سلام مرحبا بكم شيوات عائشة اليوم نقدم لكم لا كورون او سيريز كونفي نبداو على بركة الله عندنا 4 ديال البيضات نضربو مع قبصة ديال الملح فانيليا من بعد نزيدو كاس ديال السكر كاس ديال العنبة صافي ملي الدوبل ولا اللون ديالو فاتح اكثر غنزيدو ليه الزيت وحنا كنضربو بعد كنزيدو كاس ديال الماء نفس القياس وحنا كنضربو غنزيدو 4 ديال الكيسان ديال الطحين مع 4 ديال الخمارات بعد كنزيدو 250 غرام ديال السوريز كونفي كيكونوا مقطعين صافي ملي خلطناهم مزيان ودخلات في العجينة غنكبوها في المول اللي على شكل تاج دابا غندخلوها للفران على درجة حرارة 180 لمدة 45 دقيقة دابا ملي طابت كنقلبوها باش تبرد دابا غنوجدو الكلاصاج بالنسبة للكلاصاج غنحتاجو 125 غرام ديال السكر الكلاصي غنزيدو ليه الماء ما بين تقريبا جوج ديال المعالق كبار وعندنا الكولورو حمر غنديرو هي جوج نقيطات باش نحسو على اللون غوز غنبداو على بركة الله بسم الله ملي بدات الكيكة تماما كنديرو فوق منها السكر كلاصي والكولورون والماء هكا نتوما كتختارو كنبدا تشوفو التركيز ديال اللون اللي بغيتو كتخليوها كيهبط على الجناب وملي بدات ها هي كنقدمها لكم بالصحة والراحة لا تنساوش لعجبكم الفيديو ديرو جيم تخليو الكومنتار ديالكم ولو بغيتو ديما تتابعو جديد تابوناو في لاشين نشوفكم الخميس الجاي سلامة